السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I will continue a series of Can't Skin It Easy. This is a strabismus chapter. Okay, let's go with this video with a health chart. What is the health chart؟ كتير منكم سمعوا عن الهيث تشارت، وفي ناس اوريدي ممكن يبقى فيه في مستشفياتهم الهيث تشارت. طيب الهيث تشارت ده مفيد في ايه؟ وهتلاقوا دايما بتوع الاوكلوبلاستي بيحبوه جدا. ليه بتوع الاوكلوبلاستي بيحبوه بعد فراكشر اوربت او اي مشاكل في الاوربت؟ لان هو مفيد ان دايجنوستيك، لو انا ان دايجنوستيك اوف ايه؟ اوف انكوميتنت سترابيزمس او سكوينت، اللي هو مش النوع الكوميتنت، النوع الانكوميتنت اللي هو ايزر باراليتيك او ريستريكتيف. حد هيطلع يقول لي ايه يا دكتور، هو احنا ما نعرفش نشخصه بالكفر ان كفر تيست وبالتورش كده بتاعنا وبالبريزم وكده؟ لا، ممكن نشخصه لو هو المانيفستيشن، هو طبعا ده كاتيجوري تحت كاتيجوري بتاع مانيفست سكوينت، لو الانجل كبيره. بس عاده مش شرط ان كل الباراليتيك بيبريزنت كومبليت باراليسيس، ممكن نقول واتس وي كول ذا باريسيس. فلو حصل باريسيس لاي سبب من الاسباب، اوكي الانجل ما بتبقاش كبيره زي ما انتم متخيلين. ده احنا ممكن نشوف انجلز 10 ديجري، فممكن حتى ايفن اتنين اكسبرت في الاسترابيزمس يختلفوا. هو انا عندي سكوينت فعلا، ولا العيان الموفمنت دي ممكن تكون مثلا شويه فوريا، شويه ان العيان لوز اتنشن، فما الاندر اكشن او الاوفر اكشن بتاع اي اكسترا اوكلر ماسلز لما بيكون الجريدز قليله، او بنتكلم في انجلز صغيره في باراليتيك، ده بيبقى شويه صعب ان احنا نحكم عليه بطريقه كلينيكيه. فاحسن ميثود تشخص الحالات دي، انا بتكلم لسه في التشخيص ما اتكلمناش عن فولو اب، هيكون هو الهيث سكرين. طيب النوع الثاني من الانكوميتنت اللي هو الريستريكتيف. الريستريكتيف زي حالات الثايرويد، ساعات بتبقى واضحه وساعات لا، وحالات الفراكشر اوربت وهكذا. الحالات دي بيبقى الانجل فيها صغيره جدا، واحيانا الريستريكشن ما بيبقاش برضو يعني فول كومبليت. يعني انا ممكن بعدي الميد لاين مثلا، سي عندي ريستريكشن في الاب ادكشن نتيجه مشكله في الميديال ريكتس، فاقول للعيان بص كده ناحيه يعمل ادكشن. العين بيعمل ادكشن بس ما بيعملش الفول رينج بتاع الادكشن. الفول رينج بتاع الادكشن ان هو ما يظهرش اي بارت من السكليرا عند الاوتر كانسس. اعتقد ان انا وريتها لكم في صوره كانسكي حطيتها هنا، تعالوا نفتكر مع بعض تاني برضو. اهي دي ده الفور رينج بتاع مثلا ابدكشن، ان انا خلاص ما فيش اي رم من السكليرا، وتقريبا يعني البيوبل شبه داخل على الاوتر كانسس، وفي جزء من الكورنيا متغطي بالاوتر كانسس. لو لا لسه ستيل في جزء، لا كده شويه دلوقتي بدا يظهر الشادو الابيض ده بتاع السكليرا، انا كده اندر اكشن ماينس 2، بيبقى ده مش الفور رينج. مع ان ممكن ايه انت تشوف ان العيان ده ممكن يبقى في البرايمري بوزيشن اورثو، يعني ما بتعمل الكورنيال تورش بتاعك هنا سنترال وهنا سنترال، بس يبان الريستريكتيف قوي دايما في الجيزس. والانكوميتنت سكوينت عموما لما بتشخصه ما بتشخصوش برايمري بس، يعني انا بعمل الكفر تيست، كفر ان كفر تيست، مش مهم الالترنيت كفر لان احنا مش بنتكلم في فوري، احنا بنتكلم في مانيفست سكوينت دلوقتي. وبنعمل البريزم كفر تيست او الالترنيت بريزم كفر تيست بتاعي. في البرايمري ممكن ما الاقيش انجل او الاقي انجل بسيطه لا تذكر. طيب اما اخلي العيان يبص في الجيزس بقى، اللي هي الرايت جيز والليفت جيزس، ادي هوريزونتال جيزس اوكي، وبعد كده الجيزس الاب والداون، هبتدي هلاقي ايه؟ هلاقي حاجه غريبه جدا، ان في جيز من الجيزس اللي هو towards the paralytic muscles، towards the action of paralytic muscles، او away from the action of the restricted muscle، ان restriction بيبقى عكس الباراليسيس. يعني لو الميديال ريكتس دي فيها باراليسيس، العين ما تقدرش تعمل abduction. طب لو فيها restriction، لا العين هتعمل، سوري، لو الميديال ريكتس فيها باراليسيس العين مش هتعرف تعمل abduction، مش هتعرف تعمل حركه العضله اللي هي paralyzed already. طب لو فيها ريستريكشن، لا العين هتعمل اوريدي الادكشن، مفيش مشكله. هي المشكله بتظهر امتى؟ لما العين تمشي بعيد عن العضله المقفوش عليها، خلينا نقولها بالعربي كده، المقفوش عليها، اللي هي الريستريكتد لاي سبب من الاسباب، نتيجه فايبروزس، نتيجه فراكشر، نتيجه ثايرويد اوف سيرموبسي، نتيجه انفلاميشن، انفلتريشن، ايا كان السبب، ايفن حتى نتيجه كونجكتيفال سكارنج بعد تريجيوم اوبريشن. خلاص؟ فالعين لما تمشي بعيد عن الميديا ريكتس، يعني تعمل ابدكشن ما تعرفش تعمله،
فدايما هيبقى الاكشن بيبان اندر اكتيف away from restricted muscles. خلاص ده اللي هو away from restricted muscles, ده الجيز اوف ريستريكشن away from restricted muscles. لكن في الباراليسيس بيبقى ايه towards the gaze of paralyzed muscle. فانت ايه اللي انا بقول الكلام ده ليه؟ لان مثلا عيان اللي هو الانكومتنس ممكن في البرايمري اكشن نختلف عليه اصلا, ما بقاش متاكدين ان كان في انجل اوف ديفيجن ولا لا, وممكن نبقى متاكدين بس الانجل الى حد ما صغيره او كبيره اكوردنج. انا عندي كومبليت باراليسيس ده هيبان بس في الكومبليت باراليسيس في الماسلز, لكن الريستريكتيف غالبا ما بيجيش بالانجل الكبيره, بالانجل الكبيره بيبقى دايما اولموست انجل صغيره. اللي شافوا ريستريكتيف كتير هيعرف انها بتبقى انجل صغيره فعلا. واخليه يبص يمين وشمال وفوق وتحت اكوردنج للماسلز بقى بتاعتي, وابتدي لما يبص يمين خلاص, لما يبص يمين هعمل كفر برضو, هعيد مش يبص يمين وبس, لا هعمل برضو الكفر انكفر تيست, وهعمل الكفر بريزم تيست, هو بيصص في الرايت جيز ومره في الليفت جيز ومره فوق في الجيز ومره في الداون جيز عشان اقيس ايه الانجلز. هبتدي اشوف حاجه مختلفه, وده اللي خلينا نفرق ده الاسترابيزمس كونكوميتنت او انكونكوميتنت. انكونكوميتنت هتلاقي الانجل بتتغير, يعني في البرايمري جيز سي ان هي 10 او 15 انت قيسها بقى بالبريزم كفر تيست, في الرايت جيز هتلاقيها بقت 30 40 لان هو ده الجيز اوف باراليسيس او الجيز اوف ماكسيمم ريستراكشن اواي فروم ماكسيمم ريستراكشن. وفي الليفت جيز اللي هو ما فيهوش اي مشاكل مثلا, او العضلات اللي عندي في الناحيه دي سليمه ما فيهاش اي مشاكل, ده انا بسبوز ده مثال مش شرط طبعا يعني, هتلاقي الانجل رجع تاني بقت بقى اورثو مثلا, لقيته في الليفت جيز بقى اورثو. يعني في البرايمري عندك 15 في الرايت جيز 30 في الليفت جيز اورثو, مفيش اي انجل ديفيشن على طول, ده انكوميتنت سكوين. او ممكن طبعا لو في الفيرتيكال تايب بتاعه هتلاقي في الفيرتيكال سواء اب وورد او داون وورد, واحده فيهم هتلاقي الانجل اكتر من البرايمري بوزيشن, واحده ثانيه الانجل بتاعتك تكاد تكون زيرو مفيش ديفيشن, والهورزونتال جيزس عندك نورمال. لكن لو جينا للكونكوميتنت سكوين اللي هو السكوين اللي بيبقى في الاطفال العاديين نتيجه ايرور اوف فراكشن او كونجينيتال او انترميتنت, لا انت لو قست في البرايمري هي 15 او 20, لو قستها في الرايت جيز هي 15 او 20, ولو قستها في الليفت جيز هي 15 او 20. ممكن تفرق معاك بس ساعات احيانا تفرق في حاجه اسمها هناخدها ايه او في باترن بالنسبه للفيرتيكال جيزز, بس بتفرق من ايه, من الاب جيز للداون جيز, مش من الاب جيز للبرايمري جيز وبعدين الداون تبقى زيرو, لا في انجل فوق وفي انجل تحت وفي انجل في النص. لما اطرح الانجل اللي فوق خالص عن الانجل اللي تحت خالص هلاقي فرق 10 ديجري او 15 ديجري, ده بيحصل مع حاجه اسمها ايه او في باترن خلاص. وممكن تفرق طبعا في الفار او النير, انا مش بتكلم في الفار والنير دلوقتي, في الفار والنير دي لها قصص لها علاقه بالكونفرجنس والدايفرجنس, مين اكتر من مين وهم زي بعض ولا لا, ده بيبقى باينوكلر فيجن اكتر من ان هو مشكله عضلات حقيقيه, لكن هي العضله هنا هي هنا هي هنا هي هنا. الكلام ده كنت بقوله لك ليه, دي اهميه الهيس سكرين في الدايجنوزس الانكومبتنت سكوينت, ان انا مختلف انا وزميلي هنقيس هنقيسه. طيب الحاجه الثانيه ان انا اعمل بي مونيتور, يعني الانكوميتنت سكوينت دوت هل مثلا لو بعد سي ريستريكتيف لو بعد فراكشر هل بيتحسن ولا ما بيتحسنش, لان ممكن يكون سببه شويه اديمه نتيجه الفراكشر, فبمرور الوقت هيتحسن. طب انا عارف ان هيتحسن ده ازاي بالهيس سكرين. طيب ممكن يكون لا ده انترابمنت مثلا للاوربيتال كونتنت جوه في الماكسيلاري ساينس نتيجه الفراكشر فلور, او انترابمنت للشيسز اللي حوالين المصر, هي المصر حقيقه ما بتنزلش لانها بعيد شويه, لما بنقول انترابمنت اوف ذا مصر ده مش كلمه حقيقيه, يعني في ديبيتال ايشو في البوينت دي بس مش هي القصه دلوقتي يعني بالنسبه لكم. فهعرف يتحسن ولا لا. برضو الباراليسيز او الباريسيز الباراليتيك انا ما بعملش اي عمليات, انا بستنى على 6 شهور ممكن يتحسن, خصوصا لو فاسكولار كوزز خلاص, الفاسكولار كوزز مثلا 6 نيرف بولسي نتيجه دايابيتس نتيجه هايبرتنشن ممكن بعد مرور 6 شهور, ويانا شفنا حالات زي دي خلاص بقى حصل كومبليت ريكفري, هتعرف ان كومبليت ريكفري وانه بيتحسن او جوينت تو بي ان هو امبروفد. احيانا بتوع النيرولوجي يقول لك لا مش لازم استنى 6 شهور, خليني استنى 3 شهور واعيد الهيس سكرين, عشان لو هو زي ما هو مفيش نيه يتحسن هيبان دوت في ان الاندر اكشن اوف ذا ماسل بدا ياخد شويه رينج من الموفمنت ولا لا, مش لازم يبقى كومبليت ريكفري. فلو ما لقوش بيبتدي ياخد شويه رينج اوف موفمنت
ده بيبقى اجينست كمان، خصوصا في الايزوليتد كرينيال نيرف بولس، وهناخد ده ان شاء الله في النيورو اوفثالمولوجي. ده بيبقى اجينست ان الايشو هنا فاسكولار اليمنت، لا هيتيجي تدور على سبب اورجانيك، لان احنا مش بنرش للنيورو ايمجنج او نعمل برين ام ار اي او ستادينج لما يكون عندي ايزوليتد كرينيال نيرف بولس. هبقول لكم ده كده بقى ريجيمين معين له علاقه بالسكن وايزوليتد اور نوت ايزوليتد. فاللي بيستنى عليه مثلا اب تو 6 سي مانس مفيش اي ريكفري خالص باين في الهيس سكرين، لا طب لو سمحت ابعت لي العين ده يتسوى بقى خلاص برين ام ار اي. هنا وجب البرين ام ار اي، مع انه في الاول ما كانش واجب قوي. ليه؟ لانه مثلا عيان في الميدل ايج او اولد ايج، عيان اصلا عنده فاسكولار هيستوري بيقول لك انا دايابيتيك وهايبرتنشن، جاي لك باكيوت اونست مش جرادوال اونست، وايزوليتد وسكس نيرف بولسي ومفيش اي كرينيال نيرف تاني افكتد، وفحصت الفاندس ما عندكش بابليديم عشان ما يكونش ده فولس لوكاليزنج ساين بتاعت العيان، ساعتها خلاص انت بتقول ان دوت موست بابلي ايزوليتد سكس نيرف بولسي فور ذا فاسكولار كود. طبعا بره يعني احنا هنا في مصر بنحب نطمن غالبا بنعمل ام ار اي، بس ده مستح مش جايد لاينز بره الحاجات دي عشان بتتبع تامينات ودوله بتدفع، وده حاجات مستقطعه تقريبا مرتباتهم ومعاشاتهم، فالموضوع ما ينفعش يتغرم العيان من غير ما يكون الموضوع فعلا انديكيتد، يعني عشان ما يبقاش طبعا هنا كونسيومنج للعيان وكونسيومنج للميديكال تيم كمان يعني. اوكي فدوت الدايجنوزس والمونيتور. الفكره كلها الهيس تشارت دوت فيه منه نوعين اللي هو الهيس سكرين، وده الموجود في اغلب الحاجات، والهيس واللي سكرين. الفكره بتقوم على ان انا هعمل باينوكولار ديسوشيشن، يعني انا هقيس باينوكولار ديسوشيشن، هل هعتمد على الهيس تشارت ده في الدايجنوزس بتاع انكومتنت سكوينت كانس؟ قايل لك لا انا عندي حاجات تانية مهمه من اهمهم البريزم كفر تيست. انا قلت لك الانكومتنت سكوينت الدايجنوزس الاساسي الاول البريزم كفر تيست في الديفرنت في البرايمري والديفرنت جيزز، لازم نكمل الجمله يعني هو كيس مش مكملها، لان هو لو اعتمدت عليه في البرايمري جيزز مش هيفرق لي حاجه، هو يقيس انجل بس. طب انا عرفت ان ده انكومتنت ازاي؟ لما شفته في الديفرنت كيسز ولقيت الانجل بتاعتي اختلف. خلاص ده من الحاجات المهمه جدا كلينيكال وايز، انت بتتفرق كونكومتنت من كونكومتنت. في لسته طويله كده عريضه الفرق ما بينهم هبقولها لكم في يوم من الايام يعني ان شاء الله، بس هي مش مهمه يعني كلينيكال وايز، انت مش محتاج تحفظ كل الكلام ده، ممكن تحفظ عشان الامتحانات او حاجه زي كده يعني. لو فرق كونكومتنت ان كونكومتنت لو اتسالته في الشفوي يعني. اوكي طيب خلينا ندخل نقرا اللي في كانسكي وهوريكم شويه حاجات. ممكن حد يقول لي هو انا ممكن ما اعملش بيه كونكومنت؟ لا في ناس بتعمل بيه كونكومنت عادي فور ريسيرش يعني، بس مش يعني مش هيبقى مفيد قوي يعني. هو لو وراك مثلا سي مثلا عندي مثلا ايزوتروبيا كونجنتال ايزوتروبيا، وراك ان في اندر اكشن في الميديال ريتس اوكي، وعندك مثلا بيبقى اسوشيتد بالانفيرور اوبليك اوفر اكشن، وساعات بيبقى فيه سوبر اوبليك اوفر اكشن، هيوريك العضلات دي انت بتبان كلينيكال. هي كلينيكال العيانين الكونكومتنت مشخصين كلينيكال اكتر، فمش محتاج انك تعمله باينوكولار ديسوشيشن وتشخصه عشان تشوف. طيب تعالوا اقول لكم حته تريكي على الهيس سكرين، ليه فكره الباينوكولار ديسوشيشن؟ ليه هو ليه مش مثلا زي الفيد ما يغطي عين ويتست، زي البريمتري ما يغطي عين ويتست العين دي ويغطي العين الثانيه ويتست العين الثانيه ونشوف الاكشن؟ انا لو قست العينين مع بعض الاكشن اوف اكسترا اوكلر ماسل، تعالوا افكركم بالمعلومات تاني، لو قست الاكسترا اوكلر ماسل العينين مع بعض ده اسمه فيرجن. خلاص يا جماعه ده اللي هو اللي هم يمشوا يمين شمال فوق تحت فوق ورايت وتحت ورايت وفوق وشمال وتحت وشمال، دي اسمها كاردينال جيزز. لو شفت ليميتيشن في حته الصح ان انا بقفل عين وبقيس كل عضلات عين لوحدها اللي بقول عليه دكشن خلاص، واقفل العين الثانيه وارجع اقيس العضلات العين الثانيه، علشان لو الدكشن احسن شويه من الفيرجن ده يعني ان الحاله دي باراليتيك، لو مش مفيش فارق يعني مفيش فرق يبقى يا اما دوت اللي هو الريستريكتيف او الكونكومتنت العادي اللي هو بتاع الجينيتال او الايرور ريليتد ايرور ريفراكشن ريليتد او مثلا امبالانس يعني. طيب ليه هو هنا بيتست بالباينوكلر ديسوشيشن؟ هو فكرته كلها قايمه على الانرفيشن لوز اللي بتتحكم في العضلات. هو بيقول ايه؟ بيقول ده عيان مش مولود بسكوينت، عيان الانكونكوميتنت خلاص، خلينا نتكلم كده، عيان الانكونكوميتنت مش مولود بسكوينت، اه صح ده مش كونجنتال تايب هو اكوايرد،
وغالبا بيبقى الاكوايرد، يعني هو ممكن طبعا يحصل في سن الطفوله قبل الثمان سنين، احنا اتفقنا الثمان سنين، ما قبل الثمان سنين اسمه فيجوال بلاستيستي، يعني بيحصل فيجوال ادابتيشن، ما بعد الثمان سنين ما فيش فيجوال بلاستيستي فما بيحصلش فيجوال ادابتيشن، خلاص اوكي. فهو بيقول يعني ان معظم الكونكومتن ده لو هو باراليس، لو هو باراليتيك او ريستريكتيف غالبا هيبقى بعد الفيجوال ادابتيشن بتاعته. طيب فايه اللي هيحصل لما عضله تضعف ومش شايفه كويس؟ ايه اللي هيحصل؟ العين هتبقى ديبلوبيك، هيبقى ديبلوبيا، هيقدر العيان يسيطر على الديبلوبيا؟ لا مش هيقدر يسيطر على الديبلوبيا. الفيجوال البرين مش قادر يادبت لموضوع الديبلوبيا دوت، مش قادر يعمل سبريشن، مش قادر يعمل ابنورمال ريتينال كورسبوندنج، فالديبلوبيا مضايقاه. فعشان كده بس في طبعا استثناءات الكونكومتنت دي هقول لكم عليها، اللي هم اللونج ستاندنج او الكونجنتال، دي حاجه ثانيه، لكن بتكلم عموما ان جنرال، يعني لما بنقول معلومه كل القاعده في الطب لها استثناءات، اوكي. وده برضو في الاوفثالمولوجي بالمناسبه. فهو مش قادر، هو كل اللي هيجي العيان ده اصلا هيجي لك ليه؟ انت فاكر ان هو لاحظ الاندر اكشن ولا لاحظ اي حاجه خالص؟ ده هو اللي هيشتكي منه الدبلوبيا، هي الدبلوبيا الموست انوينج سيمتومز بالنسبه له، ان هو دبلوبيا هيجي لك بالدبلوبيا. فانت لما تيجي مش شايف انجل بقى، لو هو باريس شويه، خصوصا هو لو الدبلوبيا مش في البرايمري جيز، يعني هقول لك ايه، انا بسوق لما ابص في المرايه العربيه مثلا اليمين او الشمال ملاحظ ان انا عيني بتزغلل. طب وانت باصص قدامك في زغلله؟ لا ما فيش زغلله. هو مش قادر يقول ان هو دبلوبيك، هو بيقولها لك زغلله. لا طب هو كده بيكلمك عن هوريزونتال جيز ابنورماليتي، طب ايه اللي هيحصل في هوريزونتال جيز ابنورماليتي دي؟ ما تقولوش بقى انت بقيت بريس بايوبيك، لا يعني لسه حاله جايه لك كده فعلا، لا ده مش بريس بايوبيك، تيست الموتاليتي هتكتشف حاجات. انا فعلا لما تيست الموتاليتي اكتشفت ان العيان بقى ما كانش عنده حتى كرينيال نيرف بولسي، كان عنده حاجه اسمها جيز نيرف بولسي، وبالهيستوري كده اداني هيستوري ان هو كان بيجيله اسكيميك اتاكس وحاجات، ولما عملنا ام ار اي لقينا فاسكولايتس ديزيز. اني واي ما كانش بريس بايوبيك، لان هو كان في برايمري، العين لما بيبص في المرايه اللي فوق في العربيه وهو سواق كانت الدنيا اوكي بالنسبه لي، لما بيبص في المرايه اليمين او الشمال كان في عنده مشكله. خلاص فهمت ان في كده جيز ابنورماليتي، العيان مش مظبوط، يعني هو مش عارف، مش قادر يقول لك ديبلوبيا. ليه بقى؟ لان ده مش كومبليت باراليسيس للنيرف، فهو مش قادر يقول لك ايه، بشوف الحاجه اتنين مزدوجه. الكومبليت باراليسيس ده بيعرف نفسه، بيقول لك انا لما ابص يمين اي شخص واقف على يميني مثلا او على شمالي، لا انا بشوف اتنين يا دكتور، وممكن في البرايمري يبقى شايف اتنين، لانه كومبليت باراليسيس ففي انجل، ففي ديبلوبيا حتى في البرايمري، فده بيبقى عارف، ده اللي بيجي يقول لك ديبلوبيا. مش كل العيانين يقدر يفهم ان هو ديبلوبيا، خصوصا في المايلد كيزز، فلازم نبقى احنا برود مايندد وفاهمين الموضوع صح. طيب انا هعمل له باينوكلر الديبلوبيا دوت، هعمل له باينوكلر ديسوشيشن ليه؟ لان انا معتمده بقى، انا خلاص ما عنديش فيجوال بلاستيستي، بس الانرفيشنز اللوز بتاعت الاكسترا اوكلر ماسل، انا مش بتكلم بقى على سنترز، انا مش بتكلم على فوفيا بقى، ولا بتكلم على فوتو ريسبتورز او بروسيسنج وباينوكلر فيوجن ولا ستريوبسز، لا خالص، احنا بنتكلم في ماسل ايشو بيور، خلاص ده عيان خلاص الفيجوال سيستم بتاعته اصلا ماتيورد واكتمل منذ امد الامد يعني. فاحنا بنتكلم على الاكسترا اوكلر ماسل، ايه اللي بيتحكم في الاكسترا اوكلر ماسلز هنا؟ اللي بيتحكم في الاكسترا اوكلر ماسلز اللي هم اللوز اللي بتحكمهم، اللي هو الهيرنج لو والشرينجتون لو. افتكر الهيرنج لو ان انا عندي سيمولتينيوس انرفيشن اوف ذا ماسل اند اتس كونترالاترال اجونست which we called يوك ماسل، يعني لو عندي ميديال ريكتس في عين رايح لها انرفيشن سي خمسة بالسز، لازم خمسة بالسز زيهم يروحوا لليوك ماسلز بتاعت العين الثانيه اللي بتاعته اللي هي في العين الثانيه اللي هي اللاترال ريكتس. طب سي العين الميديال ريكتس اللي في العين دي ضعفت، البرين هيحس بالاندر اكشن والديبلوبيا، هيحاول يصلح الديبلوبيا دي بس مش عن طريق الفيجوال سيمتوم والبروسيسنج والسبريشن بقى والابنورمال ريتينال كورسبوندنج اللي احنا درسناهم ده في السنسوري ادابتيشن. هيعمل هنا موتور ادابتيشن، موتور ادابتيشن عايز يقوي العضله، هقوي لك العضله، اعمل ايه؟ اديني امبالسز، اديني امبالسز زياده، فهدي سبعه هنا، فلازم هيروح بالهيرنج لو سبعه زيهم للناحيه الثانيه. طب الناحيه الثانيه مش محتاجه السبعه، هي كان مكفيها الخمسه شغالينها كويس، فتبقى اوفر اكتنج خلاص. فزي ما في اندر اكشن هنا هيبقى في اوفر اكشن. الشرينجتن لو بقى اللي هو بيتكلم يوني اوكلر وباينوكلر، ان انا عندي انهبيشن للدايركت انتاجونست، الميديال ريكتس الدايركت انتاجونست بتاعها في نفس العين ايه؟ اللاترال ريكتس. لو انا زودت الامبالسز هنا هقلل الامبالسز لللاترال ريكتس في العين دي مش العين الثانيه، العين الثانيه دي اليوك ماسل. طيب
وايه تاني بقى، وعندي ده اللي بنقول عليه اندر اكشن، خلاص فما تشتغلش وتقف في مكانها، ابطل انها ما تشتغلش من الركنه بيحصل لها بقى على اللونج ستاندنج، ده السيكولي بتاع المصل، وات از وي كولد كونتراكشن. الكونتراكشن ده من الركنه، انت ركنت عضله ما بتتحركش فخلاص فحصل لها كونتراكشن. طيب تعالوا بقى نروح في الشرينكينج لو بيتحكم في حاجه تانية، ما تنسوش ان احنا ادينا اليوك ماسلز في العين التانية امبالسز كتيره. طيب الدايركت انتاجونست بتاعها بقى في العين التانية اللي هو ساعتها يبقى اسمه بالنسبه للعضله الضعيفه اندايركت انتاجونست، ركز معايا، زي ما قلت اليوك ماسل اسمها اندايركت اجونست او سينرجست، العضله المعاديه ليها هتبقى اسمها اندايركت انتاجونست، خلاص دي هيحصل لها وات از وي كولد انهبيشنال بولسي، يعني مش هيروح لها امبالسز خالص، فكما لو كانت هي بقت بارالايز زيها زي العضله الاولانيه. ده الاستيكولي ده مش كله بيحصل اول ما يحصل ريستراكشن او باراليسيس، ده بيحصل اولا كل الثلاثه لوز دول عشان يحصلوا عايزين تايم وقت عشان يحصل كل الاستيكولي ده خلاص. امال مين اللي بيحصل على طول ومش محتاج الوقت؟ اللي هي حاجه واحده بس اللي هي اليوك ماسلز، اللي هو اوفر اكشن اوف يوك ماسلز خلاص، لان زي ما الامبالسز راحه هنا راحه هنا. والريستريكتيف ما بيحصلش مع كل ده، ما بيحصلش معاه برضو الا اليوك ماسلز بس، يبقى الريستريكتيف والالي باراليسز ما بيحصلش معاهم الا اوفر اكشن اوف يوك ماسلز. اما الثلاثه سيكوي اللي اتكلمت عليهم في الاكسترا اوكلر ماسلز دول بيحصلوا مع اللونج ستاندنج باراليتيك او الكونجنتال باراليتيك لما نعرف بعد كده في النيورو اوفثالمولوجي. طيب لما نعمل بقى باينوكولار ديسوشيشن في الهيست سكرين ايه الفايده؟ الفايده ان انا الفكره كلها انا لما باجي اختبر العين انا مش عايزه العين تشوف عشان تشاور، لا انا عايزه العين تبقى عايزه البيشنت يبقى شايف بعين فيكسيتنج، والعين الثانيه بتشوف بالانرفيشن لوز. يعني ايه يا دكتوره الكلام الفاضي ده؟ يعني ايه؟ يعني دي عامله زي ما لو كنت انا باصه بعينيا اليمين، يبقى مين اللي شغال؟ مين الفيكسيتنج؟ الفوفيا بتاعت عينيا اليمين خلاص، فالبرين بيبعت لها امبالسز بطريقه معينه حسب انا عندي في العين دي باراليسز او ما عنديش، عندي ريستريكشن ولا ما عنديش، مش هادي القصه. والعين الثانيه هوديها ستيمولس بس هي مش شايفاه بالفوفيه ولا حاجه، الفوفيه بتاعتها ملغيه، بس علشان علشان هو انا متاكده ان هو عنده نورمال ريتينال كورسبوندنج لان هو عيان مش طفل صغير او عمل ادابتيشن لابنورماليتي خلاص، فهو العين دي هتشوف اللي بتشوفه الفوفيا بتاعت العين الثانيه. طب عشان العين اللي انا مش عامله لها فيكسيشن تشوف الفوفيا شايفاه بتاعت العين فيكسيشن، محتاجه العضلات تتحرك عشان تعمل جود الاينمنت عشان تعمل التست صح. طيب علشان تعمل التست صح دوت والعضلات تتحرك، العضلات تتحرك بناء على حركه انه عضلات العين الفيكسيتنج، يبقى انا بتست العين اللي هي النون فيكسيتنج بالهيرنج والشرينكينج لو بتاع العين الفيكسيتنج، فاهمين؟ بس ساعتها انا بتست العضلات بتاعت العين النون فيكسيتنج، يعني انا لما بنبتدي التست في عين فيكسيتنج ونون فيكسيتنج، مين اللي بتسته دلوقتي؟ مش العين الفيكسيتنج، لا العين النون فيكسيتنج، وانا بتست الفوفيا؟ لا يا جماعه انا بتست الاكسترا اوكلر ماسلز، بس بانه انرفيشن؟ بالانرفيشن الخاصه بيها؟ لا بالانرفيشن الخاصه بعضلات العين الفيكسيتنج، علشان اشوف الهيرنج لو والشرينكينج لو سيمتينيس في العين دي والعين دي، وطبعا هعكس التست، يعني بعد ما دي كانت فيكسيتنج هخليها هي النون فيكسيتنج واروح للثانيه. علشان اشوف الانرفيشن دول متساويين، يبقى العين ده ما عندوش اصلا، لو انا شاك ان هو عنده انكومتنت سكوينت ما عندوش اصلا انكومتنت سكوينت، ولا مش متساويين ففي بروبلم هنا هسجلها وبعد كده اعمل لها مونيتور. فكره بقى البينوكولار ديسوشيشن هي اللي عملت هيس سكرين ولي سكرين. هيس سكرين بيلبس ريد جرين جوجل عادي، الريد قدام الفيكسيتنج اي، فبالتالي السكرين هتنور قدامه احمر، السكرين قدامه هتنور احمر عشان تبقى ريد مع ريد، والجرين قدام الليفت اي فهو هيبقى ماسك تورش اخضر، هوريكم فيديو دلوقتي. او السكرين الثانيه اللي اسمها لي سكرين، لي سكرين عمل اللي هو رايت انجل ديميرو، يعني ايه؟ يعني الدكتور او الاورثوبتك واقف، هو المفروض اورثوبتك مش دكتور، واقف هنا ادي الرايت انجل ذا تو ميرورز، انت بيشاور على نقطه فالمفروض هي بترفلكت عنده هنا في النقطه الثانيه، يعني هو فيكسيتنج بالرايت على الرايت والليفت هو بيتست الليفت، لانها فيكس الريفلكتنج هنا فيبتدي يشاور عليها، وهي بيبقى معاها طبعا اللي هو البرنت اوت بتاع الهيس سكرين او الريد سكرين بيبقى
مربعات يشبه الامثله، بس ده مربعات حمراء، خطوط حمراء يعني، على ورقه بيضاء، في مربع كبير ومربع صغير وسنترال دوت. السنترال دوت دي المفروض ان هي البوينت اوف فاكسيشن. المربع اللي هو الصغير ده اللي انتوا شايفينه، ان هو مش الصغير قوي، في اصغر منه طبعا، ده بيقول لك ان هو 5 مللي، او سوري هو مش 5 مللي، هو خلينا نقول بالديجريز، هو معمول بحيث ان العيان لما يقعد على مسافه معينه، هي مسافه ال 50 سنتي، هم التست ده شايفه قريب جدا، مش متر ولا حاجه، هو 50 سنتي. فلما بيقعد على مسافه 50 سنتي، المربع الصغير ده بيسبستند انجل 5 ديجري، خلاص. دي مش فيجوال انجل، دي انجل بتاعت اوبتيفيشن. فكل مربع صغير 15 5 ديجري، فالمربع الصغير اللي هو في النص ده هيبقى 15 ديجري رايت او ليفت او فوق او تحت، احنا ما بنقيسوش كده، ما بنقولش 30، والكبير 30، عشان انت بتاخد من السنترال دوت وتروح للماكسيمم رايت او الماكسيمم ليفت او الماكسيمم اب او اب او اوت او اب ان، وهكذا. الجيزز بقى المعروفه يعني، ممكن نشغل فيديو هقول لكم بسرعه ايه اللي هيحصل في الهيس سكرين. في الهيس سكرين، هي سكرين واحده مش اتنين سكرين، والعيان يقعد على 50 سنتي، والدكتور بيبقى مش ماسك حاجه بيشاور عليها، لا ده بيبقى معاه زي اقول لك ايه، زي الريموت كده، بيغير هو الدوت اوف اليمينيشن، الشاشه بتبقى قدامه متقسمه، الشاشه بتنور بالمناسبه نقط حمراء مش نقط خضراء، وهو لابس الريد جرين جوجل، اوكي. فهو مين اللي بيحرق بيغير الانوار بتاعت الشاشه؟ الدكتور بالجهاز اللي عامل زي الريموت كنترول اللي معاه، والعيان ماسك في ايده التورش بينور اخضر، وهو كل الفكره ان هو يشاور على النقطه الحمراء بالتورش اللي في ايده اللي هو الاخضر، فلما الاخضر يجي على الاحمر معنى كده ان انا عندي نورمال ريتينال كورسبوندنج بين العينين ونورمال ماسكولار كورسبوندنج، خليني اقول دي مصطلح من عندي، او نورمال ماسكولار الاينمنت. لو في مشكله وما جاش الاحمر على الاخضر، سواء جه اكتر ابعد منه او اقل منه، بيسجل في الورقه اللي قدامه الدكتور، انت بتبقى واقف وترسمها، و ساعتها بقى حسب اكوردنج هو اندر اكشن ولا اوفر اكشن وهكذا، فاهمين؟ يبقى لازم يكون العيان عنده ابنورمال ريتن كورسبوندنج. طيب افرض مثلا حد جاله كونكوميتنت سكوينت، وانت عايز تشخص له عنده ابنورمال ريتن كورسبوندنج لاي سبب من الاسباب من الانفانتايل بيريود، ينفع؟ لا ما ينفعش قولا واحدا، لان انا معتمده في الاصل ان عندي نورمال ريتن كورسبوندنج وعندي نورمال انرفيشن للاكسترا اوكلر ماسك، وهشوف بقى الانرفيشن دي راحه بطريقه متساويه ولا طرق مش متساويه، يعني في اوت اوف كنترول، او العضلات ما بتستجبش للانرفيشن بالسز بنفس الكميه، فمعنى انها ما بتستجبش معنى ان فيها يا اما باراليسيز يا اما ريستريكشن. فهمنا كده البتاع؟ اتعشى انها تكون ينفعها. هناخد بقى حاجات كده كويسه جدا هيعجبكم الهيس سكرين النهارده ان شاء الله، عشان كده بقى يعني ايه، اتمنى ان انتوا فعلا تشيروا البتاع ده، لان كتير مش بتفهم الهيس سكرين، بيجي هو في امتحانات كتير يعني. تعالوا نتفرج على الفيديو ده مع بعض، هو نفس الكلام اللي انا قلته في النص، على ادي ده البيشنت مستني يدخل الاوضه، نفتح الفيديو. اوكي بنادي عليه، سلموا على بعض. البيشنت يقعد على بعد قد ايه من السكرين؟ 60 سنتي. اوكي. ولازم يبقى قاعد على كرسي يخلي ان هو الليفل بتاع الاي الاينمنت مع السنترال بوينت، يعني ما تبقاش عينيه تحت ولا فوق، يبقى انت عندك المفروض كرسي متحرك، وهيلبس الريد جرين جوجل اهو تستد، الفيكسنج اللي هي اللي ورا الريد والجرين هي اللي تستد. بيشرح له طبعا explaining to the patient، ده من حق البيشنت انه يفهم هو رايح يعمل ايه. sensitize the جوجل، بيلبس الجوجل الريد جرين، الرايت هيحط قدامها الريد والليفت هي الجرين، معاه زي مزوره كده هيقيس 50 سنتي، وفي هنا سنترال دوت المفروض هي مش باينه قوي، بس لازم يكون الليفل بتاعينه على السنترال دوت، يعني لو ده واحد طويل هينزل له الكرسي وهكذا، لازم تتظبط. يعني هو مش بيقيس بس ال 50 سنتي، ده بيقيس الالاينمنت ما بين البيوبل وما بين السنترال دوت. هو هيمسك التورش الاخضر اهو، هو المفروض شارح له بقى هيعمل ايه، ان كل ما ينور له نور احمر هو يشاور عليه بالاخضر، في دوتس قدامه اللي هي اول حاجه السنترال دوت، وبعد كده اهو
ده الدكتور هو اللي ماسك الريد، هو ما بيبقاش توش قوي، هو بيبقى حاجه زي الريموت كنترول بيغير بيها، لانها الكترونيك دلوقتي، يمكن التوش ده بتاع زمان، اهو هو فعلا بيغير بكده، اهو شايفين الدوتس دي، الدوت دي المفروض ينورها احمر، القرصات تبقى الاحمر والبيشنت المفروض الاخضر، ويبقوا الاثنين مع بعض. لو عنده abnormal head position، هو ده بيدوكوا تريكي على حاجه، لو احيانا عيانين اللي هم اللونج ستاندنج بيبقى عندهم abnormal head position عشان avoid الديبلوبيا، فبيحصل ايه؟ لو العيان مثلا عامل الهيد تلت او كده زي في الفورت كرينيال نيرف، ما ينفعش يعمل التست وهو هيد تلت، هو اصلا مبدئيا قلت لك انت بيفور حتى ما تقيس اي انجل اوف ديفيجن لازم تكوركت الهيد بوزيشن. طب ما هو العيان مش عارف يتحكم، فعلى الاقل انت كدكتور قدامه يا اما تقعده على تشين ريست، بس دي مش ساعات ما تبقاش افيلابل في مكان زي ده، فهو انت تمسك له راسه. اوكي، هو ده اللي بيقول. اهو شايفين التست، هو بيسجل اهو مع الريكورد، هو بيغير له وده بيسجل، شوف بيعدل له راسه، هو لازم يبقى في البرايمري بوزيشن. ده الشيت. زي الفيلد كده، الرايت رايت والليفت ليفت، احنا قلناها في البريمتري. هو بقى هيوصل النقط، هو بيحط في الاول نقط وبعد كده بيوصلها بالقلم، هو مش بيرسم، هو بيشوف كل حاجه، شاف النقطه بالنسبه للنقطه فين. الفيلد اللي جوه يا جماعه اللي هو 15 ديجري اسمه انر فيلد، واللي بره اسمه اوتر فيلد. هيشرح how to whole principles. ده ازاي نقرا؟ طيب ده هنرجع له تاني، بس مش دلوقتي، هنشوف بس كاتب ايه نكمل، وعلشان ما نتوهش من بعض. الكلام اللي هنا تقريبا انا قلته، يعني his screen contained tangent pattern displaced on a dark gray background. شفتوا الشاشه، يعني كل ده بشرح اسم الشاشه، مش مهم تحفظ كل الكلام ده. red light can be individually eliminated by control panel، اللي هي اللي عامله زي الريموت كنترول ده، indicate cardinal، كل نقطه هي دي تعني الكاردينال بوزيشن في 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 سنت في انر. اول حاجه عندي عندي برايمري بوزيشن اللي هي سنترال دوت، اول نقطه هنورها خلاص زي ما هو نور، وبعد كده هنور كل الكاردينال بوزيشن في السنترال فيلد اللي هو 15 ديجري اللي هو الفيلد الصغير، وبعد كده عندي البريفرال فيلد اللي هو 30 ديجري، هرجع انور النقط تاني. يعني بصوا انا اوريكم صور هنا مثلا تاني عشان برضه يبقى الوضع مس اهو. تعالوا مثلا عندي، احنا مش هنقراه دلوقتي، ادي هو ده كما لو دي كانت السكرين، طبعا ده ريكورد بس انا بقول لكم كما لو دي كانت السكرين. هو هينور الاول النقطه السنترال، وبعد كده عنده التسعه كاردينال جيزس، هم تسعه من سته بالنسبه للسنترال فيلد اللي هو 15 ديجري، فهينور هنا تحت وفوق وهنا 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 وهنا، كل ده لازم ينوره له. بعدين يبتدي بقى على البريفر فيلد اللي هو 30 ديجري، هينور بقى هنا بيدور اهم الكاردينال جيزس ده، حتى هنا مزود كمان يعني هوريزونتال، مثلا لو لاحظت مش اب وان على طول، لا في حتى واحده في النص، وفي هنا كمان، وادي اهو وادي اهو اهو اهو، ففي نقط اكتر. اوكي، فهو بينورهم، وبعد كده ايه اللي بيحصل بعد ما نورهم؟ الاي اي ديسوشيتد باي يوز اوف ريفرسابل جوجل incorporating red and green lens. The red lens in front of fixating eye and the green lens in the non-fixating eye. كل الكلام ده احنا شرحناه. Red points of the light are eliminated at selected positions of the screen. على السكرين البوينت دي بتبقى لونها red، والبيشنت هولد جرين بوينتر، يبقى الريد بوينت على السكرين. نعملها كده. والجرين بوينتر ده اللي مع البيشنت. ده اللي مع البيشنت. اوكي، وهي عند البيشنت اسكت تو تبر امبوز الجرين لايت اوفر ايتش ريد لايت ان ذا تيرن،
لو هو أرثوفوريك التو وايد شود بي مور اور ليس سوبر امبوزد، يعني لو في اختلاف بسيط كده يعني حاجة أقل من مربع صغير دي بنتغاضى عنها، لأن هو يعني إحنا برضو عندنا شوية هيتيروفوريا، فمش شرط. ومع الباينوكلر ديستريشن، مش أنا قلت لك إن معظم الناس هيتيروفوريك مع الباينوكلر ديستريشن اللي إحنا عاملينه، فمش هنبقى أرثوفوريك قوي. هو دلوقتي بيتكلم على أرثوترو، يعني ده صعب شوية. فلو مربع صغير، أقل من مربع صغير يعني أقل من 5 ديجري مقبولة، ما بنعتبرهاش إن عنده مشكلة على فكرة. الجوجل بقى بعد كده احنا هنغير الجوجل، اللي كانت ريد هتبقى جرين، والجرين ريد عشان تست العين التانية. والسوفت وير از افيلبل، مش دي سوفت وير يعني في حاجات اوتوميتد على الكمبيوتر سكرين، بس انا بصراحة ما شفتهاش. انا زي في الفيديو ده، دي الشاشة كانت موجودة عندنا في القسم عادي واشتغلنا عليها. الموضوع بيبقى سهل ولذيذ جدا. طبعا لو حد هيسألني الأوضة بتتظلم، الأوضة بتتظلم طبعا. اللي سكرين ده انا ما شفتوش حقيقة، بس هو زي مسطورة افكانسكي جايبها، بيقول ان هو تو اوباليسنت جلاس سكرين او تو ميرور، يعني على رايت انجل تو ايتش اذر بايسكتد باي تو سايد بلين ميرور. سوري، ده هما تو سايد بلين ميرور. ايوه صح، زي دو شيت ذا اي ايتش اوف اي كان سي اونلي وان اوف تو سكرين، يعني الرايت شايفه. لسه قايله لكم دلوقتي الديستريشن عامل ازاي، ومش محتاج البس نظاره، العين دي شايفه دي، والليفت اي شايفه دي، فهي لو هتنور له هنا هو هيشاور على هنا، فكده خلاص ده باينوكلر ديستريشن زي الهيس سكرين. ده في اعتقد ناس بتقول ان السكرين ادق من الهيس سكرين، بس انا مش فاهمه ايه البوينت يعني، بس ممكن تبقى حاجات من بقى من علم الاورثوبتكس والاوبتكس وهكذا يعني. طيب احنا ايه في اتش سكرين هاز تانجنت باترن تو دايمنشن بروجكشن اوف سفيريكال سفير which is revealed only when the screen is illuminated. هو عايز يقول ان السكرين التانجنت باترن بتاعها ان هي 2D، مش يعني فيها شويه ستيريوبسيس. يعني the patient is positioned facing the non-illuminated screen with his or her chin set placed on the wrist using a pointer the examiner indicate. البوزيشننج بتاعي ان انت بتبقى facing the non-illuminated. نرجع تاني للصوره عشان نتاكد من الكلام اللي كان سبيك اب. هو فعلا العيان باصص هنا، بس الرايت هي جايه مع دي. هو ممكن يعني انا مش عارف البوزيشننج بيبقى ازاي ان الرايت جايه مع دي، ممكن يكون في هنا ميرور او الحته دي مظلمه ما بتخلوش يشوف الجزء ده، هو غصب عنه بيشوف بيشوف هنا. ده ممكن يكون الافكت بتاع التو ديز اللي هو بيتكلم عليه. A non-illuminated screen is briefly illuminated by the examiner using a foot switch to facilitate recording of dot indicated by the patient. When a procedure has been completed for one eye, the patient rotated to 90 degree عشان يعمل ايه الاي التانية. طيب اوكي ماشي. هو عموما محدش بيسأل في السكرين، هو كل يعني لان هو commercially available widely reported هو الهيس سكرين، وحتى بيجي الريبورت بتاعه في الامتحان. مهم بقى لما اشوف الانتربريتيشن ده، هو المهم يعني كل اللي فات درس عشان تفهم الماثودز ماشيه ازاي، او لو شفته في مكان او انت اشتغلت عليه، لكن الانتربريتيشن هو المهم. ان احنا زي ما قلنا انت بتحط قدامك الرايت رايت والليفت ليفت، خلاص الرايت دي تعني ان هي كانت تيستد وين بيهايند ذا جرين، والليفت دي تعني انها تيستد وين بيهايند ذا جرين، ما فيش حاجه بيهايند ذا ريد بتبقى تيستد. فانت لازم تتاكد من كلمه جرين على الورق. اوكي طيب، اول حاجه انت بتبص عليها انت لازم تحدد مين العين اللي فيها مشكله. العين اللي فيها مشكله هتظهر قدامك بالجروس لوك كده لو عندك سمولر تشارت، يبقى دايما السمولر تشارت هو العين اللي فيها المشكله، واللارجر تشارت الليس بقى اللونج ستاندنج ده ساعات بيبقى خادع، بس يعني انا هقول لك هنعرفه ازاي. هو ده العين اليوك اللي فيها اليوك ماسك، خلاص يبقى السمولر تشارت. تاني حاجه بتبص عليها قبل ما تبص على الاندر اكشن او الاوفر اكشن اوف ذا ماسلز، انت عرفت العين اللي فيها مشكله، تبص على البوزيشننج اللي هي السنترال دوت. يمكن كاسك مش كاتب الحته دي، بس دي حته مهمه، ان هي انا بوزيشننج في البرايمري بوزيشن بتاعي انا في انجل اوف ديفيشن ولا ما فيش. لو السنترال دوت، تعالوا ناخد امثله يعني هنا، لو مثلا زي ده المفروض السنترال دوت بتاعت التست تبقى السنترال دوت الحمراء دي، او السنترال دوت هنا دي تبقى هنا. فلو السنترال دوت متزحلقه لاي سبب من الاسباب، يبقى انا عندي انجل اوف ديفيشن. حسب هي بقى متزحلقه فين، هل هي متزحلقه هوريزونتال الناحيه دي ولا الناحيه دي، متزحلقه داون ولا اب. طب متزحلقه داون والناحيه دي، فهتعرف انت عندك الديفيشن شكله ايه. ده كل ده انت ما عملتش تيست للاكسترا اوكلر ماسك.
بعد ما شفت البوزيشننج ممكن الشيب احيانا بيديك كلي، يعني انا ريستريكتد في حته واحده ولا كل حاجه ريستريكتد. طب انا لما انا ريستريكتد يعني هوريكم، خليها نشوفها على الامثله. بس بعد كده بيقول لك انت بتبص، طبعا انت عندك زي ما احنا قلنا عندنا سنترال فيد والبريفرال فيد. دايما البريفرال السنترال فيلد يبقى نورمال في الريستريكتيف، ما فيهوش اي اندر اكشن والبوزيشننج على البوزيشن على السنترال بوينت وكل حاجه، بس تيجي تبص على البريفرال لا اندر اكتد، فده غالبا انت رايح في ناحيه ريستريكتيف. لو الاثنين متاثرين انت رايح في ناحيه ايه باراليسيس. طب السمولر تشارت ويل شو اتس جريتست ريستريكشن ان ذا مين دايركشن اوف اكشن اوبريتيك ماسل. مثلا هو بيديك مثال، ده هو بيدي مثال هنا على 6 نيرف بولسي اعتقد رايت لاترال ريكتس. واللارجر تشارت ويل شو ذا جريتست اكسبانشن ان ذا مين دايركشن اوف اكشن اوف ايه يوك ماسل. احنا قلنا اليوك ماسل هي اللي هتبقى اوفر اكشن، والجريت ريستريكشن هي الباريتيك ماسل، خلاص هتبقى الليفت ميديال ريكتس. الديجري اوف ديسباريتي بتوين ذا بلوتد بوينت اند ذا تمبليت اوف اني بوزيشن، هو ده بيقول لك لما السنترال بوينت لو هي متزحلقه عن السنترال بوينت بوزيشن تقدر تقيس الانجل، لان انا قلت لك كل سكوير صغير صغنطوط في الاتجاه بيساوي 5 ديجري. طيب ده لو هو ده في اول مره العيان بريزنتد ليك، اللي هو ريسنت اللي اسمه ريسنت اونست، ده اسمه ايه ريسنت اونست. طيب لو العيان بقى لونج ستاندنج في البروجنوزس بتشوف بقى انا قلت لك بتشوفه بس مع الباراليتيك لكن ما بتشوفش مع الريستريكتيف، ده فرق جوهري جدا بين الباراليتيك والريستريكتيف. وقلنا فرق تاني ايه الدكشن والفيرجن، صح قلت لك الدكشن والفيرجن، وقلت لك ان احيانا بس مش شرط البرايمري بوزيشن ساعات الريستريكتيف بيبقى نورمال ما عندوش مشاكل. يعني في فروقات تانية بقى يعني بس هنبقى نقولها بعدين. فهو مثلا جايب لك مثال بيقول لك ايه لو عندي superior rectus under action اليوك muscle بتاعت superior rectus الناحية التانية هتبقى هي ايه؟ ادي المثال بتاع right superior rectus pulse. هو جايب لك مثال اليوك ماسل بتاعته الناحيه الثانيه هي الليفت الليفت اوبليك. طيب ما دي من الريسنت اونست هتحصل عادي وهتحصل في الاسترابيزمس. بس استنى بقى لسه في تاني في حاجات تانية هتحصل اللي هي مين؟ تعالى تاني كده ايوه الابسي لاترال اللي هي الدايركت انتاجونست، الدايركت انتاجونست للسوبيرور ريكتس في الرايت اي هي ايه الانفيرور ريكتس. طيب لما قلت لك الدايركت انتاجونست البرين هيقول لها ما تشتغليش، اصلا احنا مش محتاجينك، احنا عايزين نشغل العضله الضعيفه، فهتقعد في محلها، فده اسمه سكندري كونتراكشر اللي هو كونتراكشر، فهي وقف فبين كونتراكشر كما لو كان اوفر اكشن. اوكي والعضله بقى اللي هي الاندايركت انتاجونست الناحيه الثانيه دي اللي هيحصل لها انهبيشنال بولسي اوف انتاجونست اللي هو السوبيرور اوبليك. يبقى ستيك ودي احنا كنا بادئين برايت سوبيريور ريكتس بولسي وحصل معاها ده طبيعي تلقائي اليوك ماسل الناحيه الثانيه اللي هي الليفت انفيرور اوبليك، ما هي العضله اللي بترفع بتساعدها في الرفع في نفس الاتجاه هي الليفت انفيرور ايه اوبليك. خلاص طيب مع اللونج ستاندنج في العين اللي فيها بولسي هيحصل حاجه، وفي العين الثانيه اللي فيها اليوك ماسل هيحصل حاجه. في العين اللي فيها بولسي هيحصل السكندري كونتراكشر اللي هو لو كان اندر اكشن كما لو سوري كان اوفر اكشن يعني هي مانيفست اتسيلف، شايفين كانسكي كاتبها اي ات ويل بي مانيفست اتسيلف از الكونتراكشر ده هي مانيفست اتسيلف از ايه از اوفر اكشن. ركز معايا في الجمله دي، يعني هو عنده بولسي في عين، خلاص عنده بولسي في عين والعين الثانيه حصل فيها اوفر اكشن عشان اليوك ماسلز، مع اللونج ستاندنج في نفس العين اللي فيها بولسي الدايركت انتاجونست اللي هي هنا اسمها احنا المثال واخدين سوبيريور ريكتس كمثال هي الرايت انفيرور ريكتس هيحصل لها سكندري كونتراكشن من الركنه فتمانيفست اتسيلف على الهيس سكرين كما لو كان اوفر اكشن. لما اجي اعمل لها تيست من الركنه والكونتراكشن اللي هي فيه هي منقبضه في مكانها فهتعمل فهتنط فده اي اوفر اكشن. طيب وفي العين الثانيه اللي فيها اليوك ماسل اللي بقت اوفر اكتنج هيحصل للانتاجونست بتاعها اللي بنقول عليه اندايركت انتاجونست. اندايركت اندايركت لمين؟ اندايركت للعضله الضعفانه من الاول اللي هي السوبيرور ريكتس، لكن هو انتاجونست مباشر لليوك ماسل. خلاص كان اليوك ماسل كانت مين؟ الليفت انفيرور اوبليك، يبقى الانتاجونست بتاعها مين؟ السوبيرور اوبليك اللي هي هنا هيحصل لها سكندري انهبيشنال بولس. طب ده فكر كده معايا، عين فيها عضله بارالايزد مع اللونج ستاندنج حصل للانتاجونست بتاعها في نفس العين حصل الاوفر اكشن،
والعين التانية اليوك ماسل فيها اوفر اكشن، ومع اللونج ستاندنج حصل انهبيشنال بولسي. مش كده بقى عندي في كل عين عضله ضعيفه بارالايزد وعضله اوفر اكتنج. العضله الاساسيه البارالايزد اهي في عين، والعضله الاوفر اكتنج اللي هي الدايركت انتاجونست. العين الثانيه العضله الاوفر اكتنج اللي هي اليوك ماسلز، وعضله الانهبيشنال بولسي. ما هو بقى بارالايزد، الانهبيشنال بولسي بارالايزد يعني هو خلاص حصل لها باراليسيس. فكده عندي تساوي ما بين العينين. هنتنقل من مرحله الانكونكوميتنس الى مرحله الكونكوميتنس. لا اذا انا عندي في عين ضعف وقوه، وعين ضعف وقوه، او عين باراليسيس اوفر اكشن، عين اوفر اكشن وباراليسيس، فبقينا اولموست ذا سيم. فلما اجي اعمل هيس سكرين بقى مع اللونج ستاندنج باراليسيس ده، ابتدي ايه اشوف العضلات سوري الفيلدز زي بعدها، الفيلدز مش العضلات. هو في اوفر اكشن واندر اكشن، بس الاوفر اكشن والاندر اكشن هنا قد الاوفر اكشن والاندر اكشن في العين الثانيه، فكنسل اتش اذر. فبالتالي المحصله هيبقى عندي كونكومتنس في الهيز سكرين، والمحصله الثانيه اللطيفه على العيان ان العيان هيبطل يشتكي من الدبلوبيا، صح؟ فدي نوع من، بس ده مش سنسوري ادابتيشن، ده بقى ايه يعني حطه كده سنسوري مع موتور سنسوري، عشان اللوز اوف ان هي اللوز مش ادابت اتسيلف، هو ده الطبيعي بتاعها بتتصرف طبيعي. هي المصل اللي بدات تادبت على الموضوع ده، اوكي؟ فده من الادابتيشن. طبعا انت لو حطيت الادابتيشن دوت، لو جالك سؤال مثلا راتن محترم كده بيقول لك الادابتيشن في المسلز، موكيسكي لما كاتب الادابتيشن كاتب السنسوري والموتور، بس هو كاتبهم ما اعتقدش كاتب الحته دي، او يمكن كاتبها مش متاكده في اول الكتاب. لو انت شرحت الحته دي هتبقى لطيفه جدا جدا، هيبقى معناها ان انت غطيت كل انواع السكوينت الكونكوميتنت والانكونكوميتنت. خلاص احنا قلنا بس الثلاثه مصلز، افكرك تاني ما بيحصلوش مع الريستريكتيف اللي هو زي الثايرويد اوفثالموباسي فراكشر اوربت مثلا اي مايوباسيز او وهكذا. بصوا بقى كل الكلام الاكزامبلز دي هي اكزامبلز على الفيجرز، فاحنا هناخدها فيجر فيجر ونقولها كده، لكن انت تقراها هي نفس مفيش اي حاجه ثانيه، مفيش اي حاجه. تعالوا كده هناخد كل الفيجر اللي معانا، وانا محضره لكم فيجرز من تشوابيتش برضو اتساعد. تعالوا مثلا هنا ده طبعا دوت ده مش حقيقي، ده رسم كروكي، مش ده اللي هو بيتبرنت اوت ولا اي حاجه. هو انا عندي اول حاجه، تعالوا كده بس بسرعه كده نقيم. عندي ادي الاحمر ده هو الصغير الناحيه دي، والاحمر هنا كبير، فمين العين اللي فيها مشكله؟ هتبقى العين الناحيه دي اللي ناحيه الرايت. ما احنا قلنا بقى ده زي الفيلد، اليمين يميني والشمال شمالي، خلاص اتفقنا على كده. فالرايت هي اللي فيها مشكله. طيب المشكله فين؟ المشكله في الجزء اللي هو الرايت اب ادكشن، ففي اللاترال ريكتس. قابلها هنا حل تاني ان في اوفر اكشن في الميديال ريكتس اللي هو اليوك ماسل بتاعها، ومفيش اي سيكولي ثانيه، فاقدر اقول على ده غالبا ده ريسنت اونست سكس، انا ما اعرفش سكس نيرف بولسي ولا ريستريكشن، قد يكون ده او قد يكون ده. بس ايه اللي هيخليني افرق شويه؟ لو كان عندي المربع الصغير اللي هو السنترال فيلد والمربع الكبير، هو ده عشان رسم كروكي، فانا هقول لاترال ريكتس اندر اكشن. عشان كده حتى هو لو لاحظت هيز تشارت اوف ريسنت رايت لاترال ريكتس بولسي، شايف واخد بالك انت؟ ما قالكش ايه سكس نيرف بولسي. سكس نيرف بولسي هعرفه لو عندي مربع كبير ومربع صغير والاثنين ريستريكتد، ساعتها هعرف ان ده باراليتيك، او الكبير ريستريكتد والسنترال كويس ونورمال، ساعتها هعرف ان ده فيه ريستريكشن. طيب خلاص، طبعا لو ده عايز باراليتيك او ريستريكتد، الريستريكتد لو عندي مشكله ناحيه الميديا هتبقى مشكله في الميديا ريكتس وليس اللاترال ريكتس، فساعتها هنا ده هنقول عليها ايه هنا ليميتد ابداكشن، نتيجة مثلا عندي انترابمنت اوف ميديال ريكتس ماسلز فيها مايوباسي، في ثايرويد اوفثالموباسي ما بياخد الميديال ريكتس من اول العضلات اللي بياخد. هنا برضو دوت رسمة تانية عشان يوريك البتاع. تعال نبص، ادي اليمين وادي الشمال، مين الصغير ومين الكبير؟ ادي الصغير الناحية اليمين. طيب مين الاندر اكشن؟ الاندر اكشن موجود اب اند اوت، اللي هو الجزء بتاع مين؟ بتاع السوبير ريكتس ماسل. مين اليوك ماسل بتاع السوبير ريكتس ماسل؟ الانفيرور اوبليك، الكيس بتاعها اوفر اكتف، كل ده ريسنت اونست. خلاص هنا تعال، وادي يمين وادي شمال. اوبا، لا احنا كده بنتكلم تقريبا شبه بعض، انا مش يعني انا مش متاكده قوي مين، بس احنا ممكن ناخد بالنا. يعني انا مش متاكده قوي مين،
بس هو ده جايب لك السيكل بتاع الحاله دي تقريبا. هو الجزء اللي هنا ده اكتر جزء افكتد شويه شويه مش قوي، يبقى غالبا الجزء ده هو البرايمري بولسي فيه هنا، البرايمري بولسي في الجزء ده اللي هو اب اند اوت اللي هو بتاع سوبيرور ريكتس. طيب مين اليوك ماسل انفيرور اوبليك؟ ادي اوفر اكتنج اهي. نيجي تاني مين مين ايه ده؟ ده الدايركت انتاجونست بتاعها انفيرور ريكتس هنا شويه اوفر اكتنج، ويقابلها اندر اكشن في الاندايركت انتاجونست اللي هي سوبيريور اوبليك بنقول عليه انهيبيشنال بولس. يبقى اقدر اقول ده لونج ستاندنج سيكولي اوف باراليسيز اوف رايت مين سوبيريور ريكتس ماسل. شايف الى حد ما بقوا قد بعض، ما عادش في صغير وكبير. طب انت عرفتيه ازاي؟ يعني هي حاجه تريكي قوي، بس ان انا لاحظت ان الاندر اكشن هنا والاوفر اكشن هنا اكتر شويه من الاوفر اكشن اللي تحت والاندر اكشن، فغالبا البرايمري كان فوق مش في العضلات اللي تحت، كان في هنا في العضلات دي. طبعا مفيش حاجه اسمها برايمري اوفر اكشن، هو البرايمري هيبقى في الاندر اكشن وده اليوك ماسل بتاعتها على طول. ده يعني بتبقى حاجات تريك. ده بقى مع مرور الوقت خلاص ما بقاش، يعني هنا مش هقدر افرق بقى خلاص، هنا تقريبا احنا بنتكلم في حاجه تقريبا اولموست بقينا نورمال. ده بقى باي تايم يعني. اوكي طيب في صور تاني هنا، لا الصور ورا. نيجي بقى لل خلاص احنا قلنا رايت رايت وليفت ليفت. اوكي ويبقى بالتالي اللي في النص هنا هو ده النيزل وده التامبرال وده التامبرال وده الاب وده الداون، دي ما فيهاش اي حاجه. مين هنا المربع اللي في اول عينيا تلقط مين؟ المربع الصغير او قبل المربع الكبير؟ يبقى المربع الصغير في الليفت، يبقى المشكله في الليفت. حلو قوي. هل قادر احدد بسرعه كده برضو عينيا تلقط المربعين السنترال فيلد والبريفر فيلد متاخدين؟ متاخدين حضرتك، يبقى دوت غالبا باراليسيس بس مش هقول دلوقتي. طيب هل السنترال بتاع الفيلد على السنترال دوت بتاع الهيس سكرين؟ لا. طب ايه ده؟ ده ديسبليس، مش مهم تقيس الانجل، ما حدش قال لك قيس الانجل. طب ديسبليس فين؟ هل ديسبليس هوريزونتال كده ولا داون بس ولا لا؟ ده ديسبليس حضرتك هوريزونتال وداون. ايه يعني؟ يعني بسرعه كده قبل ما اشوف اي اندر اكشن او اوفر اكشن، ده باراليسيس عامل اكزو لانه اوت اهو ناحيه التمبرال وهايبوتروبيا. مين اللي يعمل اكزو وهايبوتروبيا مع بعض؟ بيني وبينك كده ده السيرد، ده كومبليت سيرد نيرف بوس، بس مش هقول دلوقتي قدام الاكزامين. هبتدي اقول ان هو ديسبليس بس ايه داون واوت بس، مش هقول سيرد نيرف طبعا. بعد كده اقول له بقى الاندر اكشن اوف ماسلز، ابص على الاندر اكتد ماسل في العين دي والاوفر اكتنج في العين دي. مين الاندر اكتنج هنا؟ الاندر اكتنج كل الادكشن اندر اكتنج خلاص، وكل الاب ادكشن اندر اكتنج، سواء بقى ركز معايا كده، سواء اب اند اوت او اب اند ان او اب حتى وفي البرايمري جيز، لو لا كله مفيش. مين اللي شغال؟ وكل الانفيرور، كل الانفيريور اندر اكتنج؟ لا مش اندر اكتنج، ده هي وقع تحت مش هتقدر تكومنت عليه طبعا. هو كان المفروض الانفيريور ريكتس تبقى اندر اكتنج، بس الانفيريور ريكتس الجزء بتاعها بيبقى داون و خلينا نقول ايه داون واوت، المفروض هو الانفيريور ريكتس ليفل هو طب بس هو مش هقدر كومنت عليه دلوقتي. خلينا نقول ان كل الاب متعطل، كل الان متعطل، اللي شغال ووركينج ويمكن اوفر اكتنج عشان دوت دايركت الدقه خلاص هيبقى او هي شغاله مش اوفر اكتنج، سوري انا اسفه، اللي شغال بس عندي هنا اللي باين قوي ان هو شغال، ما تقدرش تحكم على عضلات الانفيريور. خلي بالك هو في حاجه كده اتقالت او هتتقال ان شاء الله في النيورو اوفثالمولوجي، انه بما ان السيرف نيرف بولس بيضرب كل العضلات ما عدا اللاترال ريكتس والسوبيرور اوبليك، بس السوبيرور اوبليك ما بتبقاش ديبريسور في الوضع ده فما بتشتغلش، فشايف السوبيرور اوبليك اندر اكشن. هل هو ده اندر اكشن حقيقي؟ لا مش اندر اكشن حقيقي. طب هي ما اشتغلتش ليه يا دكتوره؟ ما اشتغلتش حضرتك لان السوبيرور ريكتس ما بتبقاش ديبريسور الا لو كانت في الان بوزيشن مش في الاوت بوزيشن، وده قلناه في الكارديينال جيزس. طب هي مش هتدخل في الان لان كل الان بوزيشن مضروبه عندي، الميديال ريكتس مضروبه، فالسوبيرور اوبليك هتشتغل؟ مش هتشتغل، مش هتشتغل كديبريسور، لكن ما هتشتغل كايه؟ هتشتغل كانتورتور. طب انت هتشوف الانتورشن بتاعها ازاي حضرتك على السليت نامب، ومش وقته هنقوله ان شاء الله ازاي بنشوف الانتورشن فيه. فانت ما عشان كده الانفيرور مضروب، بس هو مش مضروب كله حقيقه قدامك، هو الحقيقي هو الانفيرور ريكتس هي المضروبه، اما السوبيرور اوبليك مش مضروب حقيقه، هي مش شغاله كديبريسور بس علشان هي في الاوت بوزيشن مش في الان بوزيشن. واللي شغال عندك على الهيس سكرين بتاعك، وده على فكره كلينيكال، هو ده اللي بتشوفه في حالات الثيرد نيرف بولسي، ما بتشوفش الا الابدكشن هو اللي شغال. لما يجي يبص العين تحت ما بيشتغلش، العين الثانيه طبعا كل حاجه اوفر اكشن ما عدا مين؟ ما
المعدني، اللي هو ايه المعدني؟ اولا هي ديسبليس طبعا، راحه دي واقعه تحت فدي طالعه فوق، دي راحه اب فدي شويه داخله ان، انت واخد بالك السنترال بوينت اهو لو خدت خط فهي داخله ان، فهي عامله شويه ايه فيها ايه شويه ايزو وهايبرتروبيا، دي هايبو واكزوتروبيا، وكله بقى الاب جيز كلها اوفر اكتنج، واللاترال جيز اللي هو اللي هو اليوك ماسل بتاع الان اللي هنا هو اللي هنا اللي شغال، هنا ما تقدرش تقول عليه شغال يعني هو شغال اللي هو شغال العادي بس مش شغال اوفر اكشن ولا حاجه، لان اللاترال ريكتس هي مش اوفر اكتنج ولا حاجه، هي العين اللي ديسبليس ناحيتها لان هي اولي ذا ماسل اكتنج بس ان اوبوزد اكشن وليس اوفر اكتنج، في فرق بين اوفر اكشن وان اوبوزد، فالرايت لاترال ريكتس هنا ان اوبوزد اكشن لكنها اوفر اكتنج لانها اليوك ماسل بتاعت الميديال ريكتس في العين البارالايز. فخلاص ده الكومبليت بيكتشر بتاعت الكومبليت تاكت كرانيال نيرف بولسي في اللين فين في الليفت اي، ما احنا قلنا الاندر اكشن عندي المربع الصغير هيبقى العين الافكتد، فده از تشارت اوف ليفت ثيرد نيرف بولسي. تعالوا بقى للصوره دي، ماشي حلو قوي، ماشي ادي رايت وادي ليفت. اوكي مين المربع الكبير ومين المربع الصغير؟ الى حد ما انا اقدر اقول ان ده المربع الصغير، هو صحيح مش صغير قوي بس هو بالنسبه لي اصغر من ده. خلاص اوكي طيب المربع هل المربع السنترال فيلد والاوتر فيلد متاثرين؟ حد ممكن يطلع يقول لي اصلا لا انا شايف السنترال فيلد كويس، لا حضرتك متاثر ليه؟ لان السنترال بوينت بتاعته مش على السنترال دوت اهي، مش هنا، مش في الحته دي، مش السنترال بوينت، فهو displaced فهو كده متاثر، يبقى السنتر والاوتر متاثر، يبقى متكلم لحد ما في باراليسيس، بس انا مش هقول برضو دلوقتي displaced فين، displaced اب، هل displaced horizontal في اي حته؟ لا هو على الخط حلو اهو الالاينمنت بتاعه فهو اب، فدي ليفت هايبرتروبيا يقابلها العين دي هايبوتروبيك. طيب الاندر اكشن فين بقى؟ نبتدي نشوف الاندر اكشن اهو اللي هو داون اند ان اللي هي السوبيريور اوبليك ماسلز. اوكي حلو قوي السوبر اوبليك ماسلز. اوكي طيب هو ده مش اوفر اكشن قوي، خلينا نقول عشان العين ديسبليس، لكن ما اقدرش اقول ان ده اوفر اكشن، لكن هو عندي اندر اكشن هنا في السوبر اوبليك ماسل في الرايت اي. نشوف الليفت اي هي ديسبليس داون، وعندي اليوك ماسل بتاعت السوبر اوبليك اللي هي السوبر اوبليك ايه ديبريسور، صح السوبيريور اوبليك ديبريسور، فاليوك ماسلز بتاعتها الديبريسور الناحيه الثانيه اللي هي الانفيريور ريكتس، ادي هي اوفر اكشن السهم نازل لعند اخر البتاع، واعتقد ده لونج ستاندنج، انا اسفه جدا، لا ده ريسنت اكواير، بس طب ليه عامل اندر اكشن هنا؟ هو عايز يقول ان ده مش اندر اكشن حقيقي، ده من ديسبليسمنت، لان هو المفروض لو هو ده اندر اكشن من اللونج ستاندنج تبقى كميه الاندر اكشن هنا علشان الكونكوميتنس، مش احنا قلنا بيقلب كونكوميتنس، لا انا ستيل ان كونكوميتنس. عرفتي منين يا دكتوره كميه الاندر اكشن هنا كام؟ ادي مربع صغير مربع تاني صغير نص مربع يبقى 2.5، تعالوا شوفوا هنا الاندر اكشن بتاع البارالايزد ماسلز اللي هي السوبيريور اوبليك 1 2 3 4 وفي ربع هنا 4 وربع يعني الدبل دي، فخلاص يبقى ده مش اندر اكشن، ده جاي من ان بس مش هي مش في الفول رينج عشان العين بقت هايبوتروبيك اكوردنج للعين الهايبرتروبيك، فده طبعا الليفت الرايت اي في هايبرتروبيا وفي انفيريور اوبليك برايمري قصدي سوبيريور اوبليك ماسل اندر اكشن، ده بيمشي مع كرانيال نيرف ايه وده باراليسز مع فورث كرانيال نيرف. خلاص ده الكونجنيتال اللي هو اللونج ستاندنج. تعالوا بقى شوف عشان بس حد لو اللي هو التاني الاندر اكشن بتاع الاوبليك سوبيريور اوبليك هنا مربع صغير وربع اللي هو بالظبط نفس الاندر اكشن بتاع اللي حصل في الانهبيشنال بولسي الناحيه الثانيه بقى مربع وربع، الاوفر اكشن هنا لو لاحظت هو يعتبر مربع كبير وحته صغيره، نفس الاوفر اكشن اللي هنا يمكن بس دي اكبر سنه مربع كبير وحته صغيره، لو لاحظت نفس الديسبليسمنت هنا هو نفس الديسبليسمنت هنا، هو ستيل طبعا في هنا هايبرتروبيا وفي هنا هايبوتروبيا، هتقولي ده كونجنتال، طب ما العيان بيصلح نفسه ازاي وهو في انكونكومتنس؟ بيعمل بقى الابنورمال هيد بوزيشننج، لو بيعمل تلت توردز الكونترا لاترال بوزيشن، يعني هو الرايت اي هيعمل تلت تو ذا ليفت، اوكي وفيس تيرن تو ذا ليفت، فده بقى هيكمل بشويه هيد بوزيشننج عشان يعدل الانجل دي ويقلل الديسبليسمنت ده.
عرفت بقى اعرف ده كونكومتنت ولا لا، لانه ممكن في حد يقول لي ده قد ده، لا هو مش قد ده. ولو انت حسيت ان انت تايه، قيس المربعات الصغيره في الاندر اكشن بتاع البرايمري ماسل الاندر اكتنج او البارالايزد والانهبيشنال بولسي الناحيه الثانيه. يمكن دي الكي اللي تخليك تاخد بالك احنا بنتكلم في برايمري بوزيشن، قصدي بنتكلم في ريسنت اونست ولا لونج ستاندنج. ما اعتقدش في حاجه تاني، خلاص كده هو جاب كل اللي عنده. انا بقى هجيب لكم من هجيب لكم من ايه، من شوا بيتش. اوكي تعالوا نفتح اول واحد ونقرا مع بعض، عايزين بس عايزين نقرا بسرعه بقى. مش يلا اهو ده قريب من اللي احنا لسه شايفينه. دي الرايت ودي الليفت. مين المربع، مين مين اكتر عضله اندر اكتنج، ومين البتاع، مين مين حاسين ان هو المربع الصغير شويه. انا بصراحه حاسه ان الليفت اي هي المربع الصغير. هتقولي لي لا، طب هم الى حد ما قد بعض. قلت لك دايما بص على العضله الاندر اكتنج فين. العضله الاندر اكتنج هي اهي، اهي السوبير اوبليك دي. خلاص هل في عضله تانية في العين اليمين او الشمال اندر اكتنج قدها؟ لا مفيش. خلاص يبقى بالتالي هي مفيش، يبقى ده مربع صغير وده مربع كبير. الاندر اكتنج هنا سوبير اوبليك، ادي تحت اهي سوبير اوبليك اندر اكشن. في شويه هايبرتروبيا بس مش كتير، وهايبرتروبيا هنا مش كتير في البوزيشننج. اوكي وفي اندر اكشن في البريفرال فيلد واندر اكشن في السنترال فيلد. فين اليوك ماسل بتاعت السوبير اوبليك؟ على طول الانفيرور ريتس، شايفين اوفر اكشن قد الاندر اكشن اللي هو برده مربع صغير وربع، وهنا برده في السنترال فيلد اوفر اكشن. هل في عضلات ثانيه عامله اي تشنجز؟ الى حد ما ابتدى في تشنجز بسيط هنا في الـ في الـ الـ في العضله اللي هي الدايركت. مفيش حتى يعتبر، مش قادره، لا مفيش اي تشنجز. فده ريسنت اونست superior oblique palsy. بما اني بتكلم في superior oblique of palsy فده left fourth cranial nerve. نشوف نشوف احنا الكلام بتاعنا صح ولا لا، ممكن اكون انا غلط. هو قال لك هو هو شايف ان الرايت والليفت سوبير اوبليك ماسلز، وان الليفت افكتد. هو شايف الاثنين سوبير اوبليك ماسل افكتد، الاثنين افكتد. شايف ان هنا السوبير اوبليك برضو فيه شويه افكشن صغير بالنسبه للانفيرور ريكتس صاحبتها. هو تقريبا بس لما الانفيرور ريكتس دي اليوك ماسل بتاعت دي، فانت ما تقدرش تحكم يعني. anyway هو ده راي تشوبيتش. طيب فبيقول ان هو شايف ان حتى ان كل الانفيرور ريكتاي في العينين والسوبيرور ريكتاي اوفر اكتنج. هو شايف ان في شويه اوفر اكشن هنا اوفر اكشن هنا اوفر اكشن، لا سوري، اوفر اكشن هنا اوفر اكشن هنا اوفر اكشن هنا. هو طبعا ده اعتبرها بايلاترال على فكره، بس اسيمتريكال فورس كرينيال نيرف بوكس. بص هو مش غلط لو جات لك الحاله دي يعني، لان هو هنا مش بايد قوي، وكمان العين دي هايبوتروبيك والعين دي هايبرتروبيك، فيعني مش حتى الاثنين هايبرتروبيك، ودي العضله المور افكتد. وانا قلت احنا بنتغاضى عن اقل من 5 ديجري لان في شويه اورثوفوريا، فممكن العين مثلا العين ده ما كانش عامل الابنورمال هيد بوزيشن بتاعه، ما كانش في البرايمري بوزيشن. يعني في حاجات كتير بتتحكم في الموضوع. فانا عندي الاوفر اكشن والاندر اكشن اللي بيتكلم عليهم في الحاجات الثانيه دول اقل من مربع صغير، فهم اقل من 5 ديجري. خلاص فممكن يكون ده اورثو، ده هيتيروفوريك افكت. الافكت الواضح اللي عدى مربع فعلا هو السبير اوبليك هنا والانفيرور ريكتس هنا اللي هي اليوكوماسكس، وان هنا دي هايبر تروبيك ودي هايبوتروبيك. فمعلش مع احترامي كامل للموقع، انا شايفه ان دي لفت، هو شايفها بايلاترال اتس اوكي يعني، هي ترجع له. ماشي ناخد اللي بعد كده. اعتقد دي بقى هتقولوا لي ايه، هتقولوا لي سهله. هتقولوا لي سهله صح. هنا اللاترال ريكتس كلها افكتد بسرعه، طبعا ده الصغير فالليفت اي هي اللي فيها مشكله. اللاترال ريكتس افكتد والميديال ريكتس الناحيه دي اوفر اكتنج، واللاتر هنا في ايزوتروبيا اللي سنترال بوينت سبليت بس هوريزونتال اهي على نفس الالاينمنت، وهنا بقت برضو من الاوفر اكشن بقت شويه ايزو. فده بنتكلم في لاترال ريكتس بولسي، يعني بنتكلم في ايه. ام سوري دي حاجه جديده بالنسبه لي. هو بيتكلم ان ده مش بولسي، ان ده الريستريكتيف تايب. ليه بقى ريستريكتيف تايب؟ هو حاجه لفت نظرنا ليها اللي هو اسمه ابنورمال شيب. يمكن كان ما اتكلمش على نقطه الابنورمال شيب، احنا اتكلمنا اتكلمت لك الفرق ان البولسي ان ريستريكتيف المربع الصغير والمربع الكبير، ان المربع الصغير يبقى مش ريستريكتيف لكن المربع الكبير هو اللي ريستريكتيف صح. لكن هنا بقى بيقول لك لا بص،
المربعات اصلا عموما المفروض تبقى مربعه. لو لقيت مربع مستطيل، لو لقيت مربع مستطيل اسمه فيرتيكال، يبقى غالبا ده ميكانيكال. يعني ايه ميكانيكال؟ هو قاصد يقول لك ان كل الجيز ده حتى فوق وتحت وهوريزونتال، كل الابدكشن جيز ده كله افكتد. فده ما يبقاش افكتد الا لو كان عندك ريستراكشن، العين اصلا ما بتعديش الميد لاين عشان تروح. فحتى لو انت مثلا سي انت بتحاول تست الاب واوت والداون واوت مش شغالين، اللاترال ريكتس المفروض انها تاثر عليهم بس بسيط، بس مش للدرجه دي، مش تخليهم كده واقفين في الميد لاين زي عمود نور. فالفيرتيكالي اورينتيشن ده معناه ان هو ده ميكانيكال. ده الكلام اللي هو قاله ميكانيكال 1 ذا فيلد ار كومبريسد فيرتيكالي. خلاص، فدي كي للحالات اللي زي دي. طيب ال patient indicates that the patient is likely to have convergent strabismus as the dot in central field is moved nasal. اه احنا شايفينه فعلا ده. طيب الدايجنوزس بتاعي ايه بقى؟ اه حاجه حلوه قوي، قال لك ده دوين تايب 1. ليه بقى؟ عنده ريستريكشن في الابدكشن وعنده ايزوتروبيا فده اللي هو ليميتد ابدكشن اند ليميتد ادكشن تو ليسر ديجري، دي حاجه قليله بس شويه، وعنده ايزوتروبيا فده دوين. فده دوين دوين اوكي. طيب هنا تاني، مين الصغير ومين الكبير؟ الصغير الناحيه الرايت ومين الكبير الناحيه دي. طيب تعالوا كده نشوف للبرايمري بوزيشن، انا شويه اكزو ده شويه اكزو وهايبو، وهنا شويه الرايت اي اكزو وهايبو. هنا عشان في اوفر اكشن طبعا للعضلات، فبالتالي بقيت هايبر واكزو برضو واكزو. طيب الاندر اكشن في مين هنا؟ تعالوا نشوف كل الميديال ريكتس افكتد، حلو قوي، وكل الاب جيزس افكتد سواء اب وان او اب واوت. اللاترال ريكتس شغاله ان اوبوزد، الانفيرور جيزس افكتد. هو طبعا مش المفروض يرسم ان السوبيرور اوبليك، لان احنا قلنا السوبيرور اوبليك عمرها ما تبقى ديبريسور لما اكون انا في الاوت جيز. بيفكرني مين كلام لسه قايله بتاع هنا، شايفين العضلات بقى المقابله، كل الاب جيزس اوفر اكتنج، كل الميديال ريكتس شويه اوفر اكشن شويه، سوري اللاترال ريكتس هي الاوفر اكشن عشان الميديال هنا هي الريستريكتد، الميديال اندر اكشن اللي هنا عشان دي ان اوبوزد فمش محتاج يجي لها بولسي. طيب هو بيقول لي بقى الانفيرور ريكتس هنا عاملها شويه اندر اكشن عشان هي اليوك ماسل بتاعت السوبير اوبليك، والسوبير اوبليك شغاله، بس احنا قلنا السوبير اوبليك مش هتشتغل ديبريسور. الكلام ده يمكن كيستي موظف احسن من شوه في الحته دي. فده خلاص، بس ده الستاد نيرف بولس. نشوف تاني رايت هايبو اند اكزوتروبيك داون اند اوت، قول داون اند اوت ذا رايت ثيرد نيرف. بصوا بقى احنا لما قلنا لسه هو كان قايل دلوقتي ان لما يكون في abnormal shape مش مجرد مربع صغير، احنا عارفين البروبلم هنا في الليفت اي، بس لما يكون عندي abnormal shape هنعتبره ميكانيكال مش مجرد مربع صغير ومربع كبير بس. المربع الصغير يعني restricted شويه بس الكبير restricted اكتر. بس لو لاحظين برضو دوت في vertical horizontally سوري يعني rectangular، ده مستطيل، احنا كنا في مستطيل. ولو لاحظت حاجه كمان، العين تقريبا مش شغاله، يعني مش شغاله اب وشغاله داون وشغاله ميديال ولاترال، والانفيرور ريكتس مش شغاله. فده ريستريكشن بتاع مين؟ مين اللي ما بيشتغلش اب؟ علشان ما بيشتغلش اب سواء في البرايمري بوزيشن او في البراي او ان او اوت. كنا لسه قايلينها في ثيرد نيرف بولسي، بس هل ده ثيرد نيرف بولسي؟ لا، من مش شيب ده من ثيرد نيرف بولسي. ليه؟ اولا ان هو مش اكزوتروبيك، انا الميديال ريكتس شغاله كويس قوي عندي خلاص، وعندي هنا الانفيرور الى حد ما شغال، يمكن في شويه ريستريكشن هنا مش عارفين سببه هيكسبلايند بايه، فده مش شغال، فده مش ثيرد نيرف بولسي. طب مين اللي ما يرفعش فوق تاني؟ اللي ما يرفعش فوق تاني في كل الجيزز حاجه من الاثنين، يا اما اللي هو اسمه دبل اليفيتور بولسي، اللي هو ما يرفعش في البرايمري بوزيشن وما يرفعش في الان وما يرفعش في الاوت، او يكون ميكانيكال او يكون ميكانيكال ايه ميكانيكال ريستراكشن، انا شد العين كلها لتحت، شدها بقى في الثايرويد اوفثالموباثي او في تراكشر فلور اوربيت، هو ده اللي يعمل المنظر ده. تعالوا نشوف اتشو رايه ايه. طبعا العضلات اللي تحت الشغاله هي الانتي اليوك ماسلز او الاوفر اكتنج هنا واليوك ماسلز هنا، لان الريستريكتد احنا قلنا ما فيش اوفر اكشن غير لليوك ماسلز، هو ده السيكول الوحيد اللي هيكون موجود. قال لك ده ميكانيكال 1 ليه؟ لان كومبريست والكومبريست فيلد هو الافكتد الليفت اي. ماشي،
what is type انت in which directions affected eyes likely to be restricted left up and in down gaze. لا طالعه فوق ولا نازله تحت خالص، بس تحت يعني حته صغيره طبعا في left up. قال لك ده orbital floor fracture. خلاص حلو قوي. ليه بقى؟ قال لك ده اسمه inferior rectus restriction او entrapment، لان inferior rectus لو entrapped في الاوربيتال فلو فراكشرز مش هتتحرك، فبالتالي العين العيان مش هيبص تحت واوت، ومش هيعرف يطلع فوق لان انت شده من تحت في اي اتجاه، فده مش ماشي مع الثيرويد اكتر، هو ماشي مع الانفيرور اوربيتال الانفيرور اوربيتال فراكشر. خلاص بعد كده بقى اللي جاي، طيب باي لوك بقى بسرعة كده، احنا ممكن برضو نبتدي نتكلم ان انا عندي هنا العين دي ايزو، لو انتوا السنترال دوت اهي وهنا ايزو خلاص، وعندي اندر اكشن بالنسبة لكل عندي اندر اكشن للابدكشن. بس لاحظوا بقى ايه الاب والاب والاوت والداون والاوت اشتغلوا، بس هما اندر اكتنج او علشان بس العضله دي مش شغاله، لكن مش ما عندوش الميد لاين، عشان بس في صوره انا يعني عايزه اوريها. هنشوف ده الابنورمال اي هي الرايت اي عشان سمولر فيلد رايت لاترال ريكتس، والاوفر اكتنج هي الميديال ريكتس، وده السكس نيرف بولس. بس عايزه اوريك الفرق ما بين السكس نيرف بولس وما بين الدوين، يعني الدوين ما عداش الميد لاين، الميكانيكال ما بيعديش الميد لاين، ودي حاجه هنعرفها برضو احيانا من الفروقات. الميكانيكال الحقيقي ما بيعديش الميد لاين، لكن بص شايف ده عدى وعمل الاكشن هنا والاكشن هنا، مع انه يعتبر الى حد ما فيرتيكال، مش فيرتيكال قوي، لكن احنا لحد ما نرجع تاني عشان اوريك الدوين. شايفين الدوين عشان برضو الاثنين كانوا ايه ابدكشن ديفكت، يعني الاثنين السكس نيرف بولسي ابدكشن ديفكت والدوين برضو ابدكشن ديفكت، بس شايف الدوين ما عداش الميد لاين، ادي الميد لاين هنا مش قادر يعمل التاني، لا عمل شويه اب اند اوت. وانت لو شفت حاله 6 نيرف بص هتلاقيه بيعرف يعمل اب اند اوت وشويه داون اند اوت، خلاص التاني. اما ده شايف ده واقف زي الخط المستقيم كانه مرسوم بالمسطره، وهنا بقى ايه الاب والان ما شاء الله شغال كويس قوي، لان دول مش شغالين فده على طول، وده الداون والان، ده عكس ال 6 نيرف. بصي نرجع له اهو، اهو السكس نيرف بولسي حتى من بره اهو شغال شويه، شايف ده؟ مفيش مش شغال. ماشي ده بسرعه بقى كده خلاص، المين الصغير اللي ناحيه الليفت، مين الاندر اكشن ماسل السوبيريور اوبليك اهي، والاوفر اكشن اليوك ماسل انفيرير ريكتس، مفيش تشنجز ثانيه، فده على طول نقدر نقول عليه ان هو رايت فورس كرينيال نيرف بولسي. هناخد ده مين الاندر مين الاندر اكتنج الرايت اي عشان هو الصغير، ده الاوفر اكشن. هل في البرايمري بوزيشن الدنيا كويسه؟ انا سنترال وسنترال ما عنديش اي مانيفست ديفيشن في البرايمري بوزيشن. طيب الاندر اكشن فين؟ الاندر اكشن الاندر اكشن الانفير اوبليك ولا سوبير ريكتس ولا في النص؟ ركز معايا شويه كده بقى عشان دي من الحاجات التريكي. الاندر اكشن هو في الاب اند ان، وفي الاب شويه والبرايمري بوزيشن، واتظبط في الاب والاوت بوزيشن، وده اليوك ماسل طبعا الاب والان هيبقى الاب والاوت. ايه ده مين ده؟ مين الاب والان مش شغال؟ مين حتى في السنترال فيلد بتاعه برده مش شغال؟ دي حاجه كاركترستيك جدا اب اند ان ليميتيشن، ده البراون سيندروم اهو بالظبط. تعالوا نقرا بقى البراون سيندروم ده، رايت انفيرو اوبليك ماشي، ده الاندر اكتنج ماسل، والماسل اوفر اكتنج الرايت انفيرو اوبليك، والاوفر اكتنج الرايت سوبيريور، او عايز يقول ان في رايت سوبيريور ريكتس اوفر اكشن، مش اكشن ولا حاجه. ده الرايت براون سيندروم، ذا هيز تشارت از تيبيكال ابنورمال فيل سوبيريور بات نورمال انفيرو فيل، والنورمال كويس باي لاترال نورمال كويس، هو بس الاب. وقلنا زي اي ميكانيكال او ريستريكشن السيكول الوحيده اللي تبقى معايا هي اليوك ماسلز الناحيه الثانيه، فالانفيرو اوبليك هنا هي سوبيريور ريكتس. طبعا هو البراون سيندروم لما نقراه هنعرف العيب مش الانفيرو اوبليك خالص، العيب اصلا في السوبيريور اوبليك هي اللي عامله ميكانيكال ريستريكشن في الحته دي، مش بتفك فما بتخليش الانفيرو اوبليك تشتغل، يعني هي واخده مساحه
فمش مخليه الانفيرور اوبليك تشتغل، لكن العيب اصلا في السوبر اوبليك تروكليا تندون على تروكليا كومبلكس كده في الحته دي. يعني هو ميكانيك يعني ايه، اعتبر عربيه راكنه في الحته دي، فما تخليش الانفيرور اوبليك ما بتديهاش مساحه تطلع لفوق. ماشي. طيب ده برضو الريستريكتد هيبقى على الليفت، وده غالبا ريستريكشن عشان الاوتر فيلد بقى. هنا مش بالشيب، هنا عشان الاوتر فيلد بتاعي ريستريكتد اكتر من السنترال فيلد. انا هايبو اتروبيك مش على السنترال اريا، هنا هايبر شويه، وفي اوفر اكشن بقى فين ده في كل العضلات الاب، وهنا اندر اكشن في كل العضلات الاوت، واكتر شويه ناحيه الاوت اللي هي اسمها ايه يعني اب اند اوت، واب واب وبرايمري، ولما نيجي برايمري سوري اب وان شويه نتحسن شويه. ده اوبزيت للبراون اللي لسه شايفين بالظبط. خلاص مين ده بقى، مين اللي ما بيطلعش العين لفوق؟ احنا كنا لسه قايلين في حاجات ما بتطلعش العين فوق، الفيرتيكال قلنا عليها من السترد نيرف بورسي ما بيطلعش العين لفوق، وقلنا الدبل اليفيتور بورسي ما بيطلعش العين لفوق، ولسه شايفين حالا ما بيطلعش العين لفوق وما بينزلهاش لتحت في اتجاه الانفيرور ريكتس، كان الفراكشر في اللور. بس هنا الانفيرور ريكتس شغاله كويس، يبقى ده مين؟ ما بقاش عندي غير مين، استيرويد اوبسالموباسي. عرفنا بقى الديفرنشال دايجنوزس لما نلاقي الفيرتيكال في مشكله، هي دي الحالات. يبقى دي هايبوتروبيك اي لان الليفت سنترال دوت بلو السنتر اوف ذا تشارت، والاب جيز اند هو كمان بيقول ان في شويه ليميتيشن في الابدكشن، معلش انا ما خدتش بالي منهم. والابدكشن نوت ان وورد سبيسمنت اوف ليفت ريكتس، ده الثايرويد اي ديزيز. احنا كده هبقى خلصنا الريسيرش شورت، اتمنى ان احنا نكون فهمنا كل حاجه فيه، واستودعكم الله. ولا تنسوا اختي المرحومه دكتوره عائشه من دعائكم بالرحمه وبالفردوس الاعلى، ربنا يرحمها ويعوض شفاتها الجنه يا رب. وانا احتسبت القناه دي فعلا صدقه جاريه عليها، ربنا يتقبلها يعني خالصه ويتقبلها.